صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة فمتى يكبر للقيام؟ الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مريضا أو كبير سن يحتاج إلى جلسة الاستراحة، يكبر إذا قام، ما يكبر أول ما يرفع من السجود ثم يجلس للاستراحة، لأن هذا يحصل فيه خلل، فيقوم يستريح جلسة يسيرة ثم يقوم ويكبر. نعم.